الوضع الحق نشاهده في مؤشرات إيجابية. احنا النسبة الإيجابية مع البوزيتيفيتي نتاع التحاليل في نزول، معناتها اليوم برك البارح في 17%، كانت 20% الأسبوع الماضي. الوفيات صحيح موجودة في مستوى، ربي يرحمهم الكل، صحيح توفى أي عبد ديما نحسبوه معناتها خسارة لتونس، أما العدد نقص. أهم حاجة هو الإقدام على المستشفيات نقص بصفة ملحوظة، أسرة الأكسجين أقل من 50%، أسرة الإنعاش أقل من 70%، هذه كل مؤشرات إيجابية. الحمد لله معناتها إذا تواصل هكاية التلقيح وقت يجي يكون نجاته أكبر، خاطر كل ما تكون عاد قلة انتشار الفيروس تلقيح يكون أنجع، وإن شاء الله المواطنين يواصلوا يحافظوا على الإجراءات الوقائية حتى نوصلوا إن شاء الله مع التلقيح نقضيه عليه في تونس.